يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما لي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 23-15، الإسكندرية 20-12، مطروح 19-10، بورسعيد 20-14، والإسماعيلية 23-13، إلى السويس 23-12، العريش 20-10، طابة 23-14، شرم الشيخ 27-17، والغردقة 27-16، ومن الغردقة إلى الأقصر 34-16، أسوان 36-16، الوادي الجديد 33-12، شلاتين 29-18، وحلايب 29-19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.